دفعني إلى كتابة، يعني شوفي، هو أنا دائما كما أقول الشاعر يطارد الجمال ولا يقبل أن يعتاد الجمال أو يعتاد على الكفر. فإن وجد الجمال اندهش كأنها المرة الأولى التي يرى فيها الجمال، وإذا شاهد القبح يندهش كأنها المرة الأولى التي يشاهد فيها القبح. والقبح اللي أقصده والجمال اللي أقصده هو القبح السلوكي والفكري والأخلاقي والروحي. فأرفض الاعتياد على الجمال أو القبح حتى لا يفقد الجمال بريقه، وحتى لا أعتاد على رؤية القبح فأصنعه في يوم من الأيام أو أتماهى معه أو أقبله. فأنا ده في دائما في حالة بحث وحالة دهشة إلى آخره. تجربة الإمارات الحقيقة لم تلهمني وحدي لكتابة كتابه، لكن بالتأكيد ألهمت ناس كثيرين، لأنها تجربة رائدة وواعدة، وفي فترة زمنية على سلم الزمان لايك بلاي، يعني لم ومضت في عين، يعني 48 سنة، 50 سنة، قرن. هذه أمور على خط الزمان تعتبر سريعة جدا. فأن تحدث هذه الطفرة الحضارية، ولا أتكلم عن السكاي سكريبرز، يعني أنا لم تدهشني في الإمارات ناطحات السحاب، لم أتوقف قدام ناطحات السحاب ولا المباني ولا كذا، لأنني شاهدت مثلها في نيويورك وفي شيكاغو وفي كل دول العالم، ولكنني توقفت أمام ناطحة السحاب الحقيقية، وهي القيم، وهي صناعة الإنسان. ولهذا كان كتابي بناء الإنسان وليس بناء الناطحات السحاب من أجل الإنسان. أنا كمعمارية مفترض أن يلفت نظري، أنا دارسة العمارة، أنا مهندسة، مفترض أن يلفت نظري فقط البنيان والعمارة إلى آخره، ولكنني كشاعرة لفت نظري هذا ناطحة السحاب الكبيرة اللي اسمها الإنسان، قيمة الإنسان في دولة الإمارات. قارنتي بينها وبين كثير من الدول، وتمنيتي أو أغبطتي التجربة، يعني بالنسبة لمصر. بالنسبة لمصر، الآن بدأت مصر منذ سنوات، أنا أقول على فكرة، أنا لا، معروف عني، من يعرفني، أنا لا أتملق حكاما ولا أريد هذه الصنعة، ولكنني أتكلم بحق أننا الآن بدأنا منذ عامين تحديدا الوقوف على أو المشي أو السير على هذا الطريق. التعليم تغير، مناهج التعليم تغيرت منذ عامين، يعني الثانية ابتدائي النهاردة، الصف الثاني الابتدائي النهاردة يدرس مواد لم غير المناهج اللي قبل، مواد حقيقية تحث على التفكير، تحث على الحب، انتزعت منها كل الأشياء التي قد تشعل الطائفية أو تشعل